تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اختبارات الفصل الثالث صارت على الأبواب، لذلك سأضع لكم بصفة مستمرة اختبارات مقترحة لهذا الفصل. لدينا من خلال هذا الفيديو سوف أقدم لكم الموضوع الأول في مادة الرياضيات، وهو خاص بالفصل الثالث السنة الخامسة. تابعوه معي للأخير لأنني سأشرحه لكم بالتفصيل. لدينا التمرين الأول، أكمل ما يلي: 74.91 تقسيم 100. تقسيم 100 يعني أن هذه 74.91 سوف تصغر، سوف العدد يتجه نحو الفاصلة، تتجه من هنا بحيث أن العدد يصبح أصغر. لدينا صفران معناتها يتحرك برقمان من هذه الجهة، تصبح الفاصلة من هنا تتحرك برقمان تصبح هنا، معناها 0.7491. لدينا 2.011، ما في ماذا نضربها حتى تصبح 201.0؟ الفاصلة كانت عند الاثنان، مشات بدرجتين، مشات هنا وهنا وأصبحت هنا، مشات برقمان معناها 100، لأن 100 هو الذي فيه صفران. لدينا 435.5 ناقص 23.25، هنا يجب أن أحسبها. 435.5 ناقص، عندما تكون عندي عملية طرح الأعداد العشرية الفاصلة تكون تحت الفاصلة، ونكتب 23.25. لا يوجد رقم هنا معناتها صفر، لا يوجد رقم هنا معناتها صفر، ونحسب 0 ناقص 5 لا نستطيع، 10، 5 ناقص 3 2، فاصلة تحت الفاصلة تحت الفاصلة، 5 ناقص 3 2، 3 ناقص 2 1، 4 ناقص 0 4. إذن 412.25. نمر للتمرين الثاني. لدينا ارسم مستقيما دي، ثم عين عليه النقطتين A و B بحيث تكون المسافة بينهما 3 سنتيمتر. إذا نحضر المسطرة ونرسم الشكل الذي طلبه مني. يقول مستقيم طوله 3 سنتيمتر، هذا مستقيم دي، نقطتين البعد بينهما 3، يعني هنا A وهنا B. عين النقطة O منتصف القطعة AB، منتصف الثلاثة، نصف الثلاثة ما هو؟ 1.5، يعني O هنا. عين جميع القطع المتحصل عليها، ما هي القطع المستقيمة الموجودة هنا؟ لدينا AO، هذه قطعة مستقيمة، لدينا OB قطعة مستقيمة، ولدينا AB قطعة مستقيمة. إذن جميع القطع هما 3 قطع، لهما AO، OB و AB، 3 قطع مستقيمة. نمر للتمرين الثالث. ماذا يقول؟ انطلق قطار من المدينة A على الساعة 13:45، هذا معناتها على 1:45. 13 هي الواحدة. فوصل إلى المدينة B بعد مرور 1:13. قطار انطلق من A، من المدينة A، على 1:45، وصل إلى المدينة B بعد مرور 1:13. يقول كم كانت الساعة عندما وصل القطار؟ هنا انطلقنا من 1:45 ومشى في الطريق 1:13. ما هو وقت الوصول؟ دوما وقت الوصول يكون بعملية الجمع، هذه زائد هذه نلقى
الساعة التي وصل فيها. إذن العملية عملية جمع، نحسبها 13 أور 45 مين زائد 1 أور 13 مين تساوي، نبدأ دوما بجهة دقائق، 5 زائد 3 8، 4 زائد 1 5، 13 زائد 1 14. إذا كم يكون الوقت عندما يصل القطار؟ تكون 14 أور 58 مين، يعني على 3 غير 2 دقائق. 14 أور هي الثانية و58 دقيقة. نمر للتمرين الرابع. ماذا يقول التمرين الرابع؟ حق المربع، مربع الشكل محيطه 120 متر، احسب مساحته. إذا نحن لدينا هذا هو الحقل، قال مربع الشكل محيطه، معناتها الأضلاع هذه كل مجموع أضلاعه 120 متر. حتى نحسب المساحة يجب أن نعرف طول الضلع الواحد. نحن لدينا محيطه 120 متر، يجب أن نعرف عدد الضلع الواحد، ونحن نعرف بأن المحيط هو الضلع في 4. إذا حتى نعرف طول ضلع واحد ماذا نفعل؟ نقسم المحيط على 4. 120 تقسيم 4، 12 تقسيم 4 3، لأن 3 في 4 12. ننزل الصفر ونقسم من جديد، 0 تقسيم 4 0. إذا الضلع الواحد 30 متر، 30 زائد 30 زائد 30 زائد 30 هو 120، هو المحيط. الآن حتى نحسب المساحة، المساحة هي مساحة المربع، ونحن نعلم بأن مساحة المربع هي الضلع في الضلع، يعني 30 ضرب 30، ونحسب 30 في 30 كم تساوي؟ 0.090. إذن 900 تساوي 30 ضرب 30 تساوي 900 متر مربع. دوما المساحة بالتربيع، دوما المساحة تكون بالتربيع. لدينا السؤال الأخير، ماذا يقول؟ وضعية الإدماجية. اشترى خضار 538 كيلوغرام من البطاطا بسعر 25 دينار للكيلوغرام الواحد. احسب ثمن شراء البطاطا إذا علمت أن 5% من البطاطا فسدت قبل بيعها، وباع الباقي بسعر 40 دينار للكيلوغرام الواحد. إذن هو الخضار كم اشترى من كيلوغرام؟ اشترى 538 كيلوغرام. بكم اشتراها؟ اشتراها ب 25 دينار للكيلوغرام الواحد. احسب ثمن شراء هذه البطاطا إذا علمت أن 5% من البطاطا فسدت قبل بيعها، وباع الباقي بسعر 40 دينار للكيلوغرام الواحد. إذن هو يريد ثمن شراء البطاطا. ماذا نفعل؟ 538 ضرب 25 هو ثمن الشراء. 5 في 8 في 5 40، نكتب الصفر ونحتفظ بالأربعة. 15 16 17 18 19، 25 والواحد 26، 16 6 17. إذن هذا هو سعر أو ثمن الشراء، اشتراها ب13,450 دينار. هذا ثمن الشراء، هو قال احسب ثمن شراء البطاطا. احسب وزن البطاطا الفاسدة، كم فسدت؟ قال فسدت 5% من البطاطا. هو كم اشترى؟ 538 التي فسدت منها هي 5%. كما قلت لكم دوما عندما يعطينا النسبة المئوية نضرب في هذاك العدد ونقسم على 100
حتى نجد وزن البطاطا الفاسدة هي 5% لفزت. إذا 538 سوف نضربها في 5. 5 في 40، 15، 16، 17، 18، 19، 25، 26. هذه سنقسمها على 100، ونحن نعرف أن على 100 كيف نحسبها؟ تتراجع بصفران، معناتها 26.90. احسب وزن البطاطا الفاسدة، وزنها 26.90 كيلو غرام، هذه التي فسدت. احسب ثمن بيع البطاطا الباقية، هذه فسدت. هو اشترى 538 التي فسدت 26.90. نحسبها هكذا، 538 ناقص 26.90، ما كانش فاصل للفوق، معناتها أصفار. ونحسب البطاطا التي بيعت 0.115. هذه هي البطاطا التي بيعت، ولكنه قال ثمن بيع البطاطا. هو بكم باعها؟ باعها 40 دينار للكيلوغرام الواحد. إذن هذه 511.10، يجب أن نضربها في ثمن بيع الكيلوغرام الواحد. هو باع 511 كيلوغرام. إذن في الصفر أصفار، نقطة في الأربعة، 0.44.20. 0 بعد فاصلة، معناتها نجي هنا ونحي 0. إذن هذا هو ثمن البيع، 20444 دينار. هو اشتراها 13450 دينار، وباعها 20444 دينار. هل ربح التاجر أم خسر؟ سعر البيع كيكون أكبر من سعر الشراء، معناتها راهو ربح. إذن هل ربح؟ نعم ربح. كم ربح؟ حتى نعرف ثمن الربح يجب أن نجري عملية الطرح. هو باع 20444، وكان قد اشتراها ب13450. كم سعر الربح؟ كم ربح؟ 14 ناقص 5 9، 14 9، 10 ناقص 4 6. إذن ربح 6994 دينار. إذن بهذا الشكل أكون قد أجبت على هذا الموضوع الأول المقترح للسنة الخامسة في الفصل الثالث. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. في أمان الله ورعايته، تابعوني هناك دوما الجديد والمواضيع الأخرى.